السلام عليكم، نتمنى يلقاكم هذا الفيديو باحسن الاحوال ان شاء الله يا ربي. جيتكم بلا فيديو جديد. غادي نحضر معكم ان شاء الله حوته في الفران بالخضر متنوعه، كتجي لذيذه، والاساسي في هذا الشيء انها سهله وما كتحتاجش بزاف ديال المجهود وما كتحتاجش حتى بزاف ديال المقادير. يعني اي حاجه غادي تلقيها كاينه عندك في الدار، غادي نبسطها لك بابسط طريقه واسهل طريقه. لهاد الوصفه هذه غادي نحتاج الحوت، اي نوع عندكم استعملوه، ما يعني ماشي ضروري يكون عندكم نوع محدد. انا هنا عندي الشرغو. غادي نستعمل معاه توابل سهله وبسيطه. غادي ناخد قزبر يابس، الهريسه، مطيشه الحك، الخرقوم، تحميره، البزار، وسكينجبير كنديروا شويه شويه من الحاجه، ومعلقه كبيره ديال الكمون. غادي نحتاج حامضه صغيره وبصيله صغيره وربيع مع المعدنوس. الربيع يكون غالب على المعدنوس. وعندي هنا اربعه الفصوص ديال الثومه. انا عندي فصوص هنا كبارين، الا كانوا عندكم صغار ديروا 6 ديال الدروس ديال الثومه. غادي ناخذ هذوك التوابل مع الربيع والبصله، غادي نطحنهم مع نص كاس ديال الماء. انا غادي نطحنهم غير في المولينيكس، الا عندكم الهاشوار طحنوهم في الهاشوار كتجي ساهله. وبالنسبه للحامض ما غاديش نطحنو معاه، غادي نخليه هو الاخير حتى كنطحن هاد الشرموله مع بعضها، عاد كنعصر عليها الحامض ونخلطو غير بايدي بلا ما نخلطو في المولينيكس. هاد الطريقه هذه كتجي ساهله وما كتاخدش لك الوقت بزاف، وحتى المجهود ما كتستهلكيش المجهود بزاف، يعني بالزربه كتوجد وكتجي صحيه. والاساسي في هذا الشيء انها لذيذه، اي حاجه كطيب في الفران كنعرفوا انها كتجي لذيذه، كتجي عندها واحد النكهه خاصه. ولا حضرتوها بهذه الطريقه هذه راه كونوا متاكدين انها غادي تجي لذيذه وغادي تعجب الاسره ديالكم. غادي نطحن هذوك المكونات كامله مع بعضياتها. الا طحنتو في المولينيكس غير حاولوا بشويه بشويه حتى كطحن لكم، لان المولينيكس ماشي بحال الهاشوار، الهاشوار بالزربه كطحن، المولينيكس لا. صافي، من بعد ما طحنت هذيك الشرموله هذيك غادي نخويها في هذا المول هذا. الا ما كانش عندكم هذا المول ديال الزاج ديروا غير اللاطه ديال الفران عادي، يعني نفس النتيجه. بالنسبه لهاد الشرموله هذه كاين اللي ما كيضيفش معاها البصله، انا ضفت معاها البصله. والدور ديال البصله شنو هو؟ كتختر لينا المريقه ديال الصينيه ديالنا، وكتخلي حتى الحوت كيبقى طري، يعني كيبقى رطب، ما كينشفش من بعد ما كيطيب. هنا حضيو مع دوك العظيمات اللي كيكونوا وسط الحامض، ضروري تحيدوهم لانهم كيعطيو المروره، الا طابوا وسط من الماكله كيعطيو المروره. صافي، من بعد ما غادي نخلط هاد الشرموله هذه غادي ناخد الحوت ديالي وغادي نشرملو. الا كان عندكم الوقت خليوه واحد الساعه تقريبا باش يشرب العطريه مزيان. انا هنا ما خليتوش، يعني شرملتو في البلاصه وطيبتو في البلاصه. الا خليتوه غادي يجيكم من الاحسن، لانه غادي يشرب هذيك البنه كامله، غادي يشربها وغادي يجي لذيذ. انا ما خليتوش شرب بزاف، يعني طيبته في البلاصه ما كانش عندي الوقت. نتوما من الاحسن خليوه يشرب واحد الساعه الماكسيموم ساعه. بالنسبه للزيت ما ديروش في الاول، لان الزيت ما كيخليش الشرموله تدخل. وراه نسيت ما ذكرتش معاكم الملحه، ضروري انكم كديروا الملحه، غير هو ما كتكثروهاش على حسب الهريسه وماطيش الحك، راه كيكونوا مالحين وحتى الحامض كيعطي الملوحه. هنا غادي ناخد هاد الخضر، هادو الخضر كيبقاو اختياريين، ديري اي خضره كتعجبك غير هو. هذه هي يعني هادو هما الانواع اللي كيتواتاو مع الحوت في الفران، يعني البصله، عفوا مطيشه، الفلفله، خيزو، بطاطا. البصله ما غاديش نديرها لانني حكيتها في الاول بلاش ما نديرها، غادي ندير غير مطيشه والفلفله وخيزو وبطاطا. بالنسبه للخيزو وبطاطا ما غادي نسلقهم نص سلقه لا والو. دابا الوقت ديال الشتا كتكون الخضر بالزربه كطيب، كتكون طريه
يعني استعملوها هكاك، غير هو رقوها راه غادي يطيب لكم مع الحوت نيشان، ما غاديش تاخذ لكم الوقت. البطاطا راه كتكون في جميع الفصول كطيب، خيزو هو اللي كيكون في فصل الصيف كيولي قاصح ما كيبغيش يطيب، وكتولي في واحد البنه خايبه كيولي فحال المار وكيطلق الماء. بالنسبه لفصل الشتا راه كيكون طري وبالزربه كيطيب فحالو، فحال البطاطا فحال الفلفله فحال المطيشه، يعني راه غادي يجي مع الحوت قد قد. الخضره بلا ما ديروا لها الشرموله، لانكم غادي تخوع على الشرموله من الفوق كتشربها عادي. قادوا الخضر على حسب كيف ما بغيتوا، انا غادي نقادها بشكل عشوائي، ما غاديش زعما ندير لها شي شكل معين، غادي غير نحطها وصافي، لانني كنت مزروبه وما كانش عندي الوقت بزاف. صافي حطيتها بشكل عشوائي، يعني راه البنه هي الديكور كيبقى مختلف الى قاديتي، ولكن انا يعني درتها بشكل عشوائي، ما احتاجيتش انني نبقى نقاد لها في الديكور ديالها. من بعد غادي نضيف داك الشرموله اللي بقات لي، غادي نضيفها من الفوق، غادي نضيفها كامله. راه ديك الشرموله اللي عطيتكم راه كيكون القياس ديالها مناسب باش دير لكم الخضر والحوت في نفس الوقت، يعني راه كثيره الشرموله اللي عطيتكم. وغادي نضيف واحد شويه ديال الزعتر من الفوق، كنحكو من بايدي وكنضيفو من الفوق، فكيعطينا لوغو ديال الزعتر، وفي نفس الوقت كيعطينا حتى منظر زوين. حتى الا بغيتو ديرو حتى المعدنوس مقطع من بعد ما كطيب كيعطيكم حتى هو منظر زوين، انا ما غاديش نديرو. ومن بعد كنضيف خويه ديال الزيت البلديه، كيف كتلاحظوا انا راه ما درتوش في الاول، ضفتو حتى للاخير، وما غاديش نضيف الماء، ما غاديش نضيف الماء نهائيا، اكتفيت غير بداك نص كاس اللي خلطت مع العطريه في الاول صافي، لان الخضر غادي يطلق ليا الماء والحوت حتى هو كيطلق الماء. وغنشعل عليها الفران ونخليها كطيب على المهل حتى تطيب مزيان. انا شعلت الفران غير من التحت وخليتها على المهل، يعني ما زدتش على الفران، المهم سخنته مزيان قبل، ونقصت العافيه ودخلت اللاطه وخليتها حتى تحمرات ليا من التحت ومن الفوق وطابت الخضره مزيان. هنا راه ما عرفتش فين مشى ليا المقطع اللي وريتكم الخضره كيفاش طيبه، قطعتها لكم ووريتها لكم كيفاش طيبه، ما عرفتش كيفاش مشى ليا. راه كطيب يعني مع الحوت نيشان، ما احتاجيت نشعل على الفران من الفوق لا والو، خليتها حتى تحمرات من التحت ومن الفوق، والفران مشعول غير من التحت، وصافي قدمتها بالصحه والراحه. نتمنى يعجبكم الفيديو ونكون خفيفه على قلوبكم، وما تنسونيش من الدعم ديالكم، الدعم ديالكم هو اللي كيزيد يشجعني باش نستمر. وكنشكر الناس كاملين اللي التحقوا بالقناه، خليت لكم الراحه وخليتكم على خير، ونهاركم مبروك.